ونبدأ مع ما أفاد به الجيش الإسرائيلي بأنه يخوض قتالا عنيفا مع حزب الله في جنوب لبنان، ودعا في بيان له المدنيين للابتعاد وللمرة الأولى. أعلن حزب الله بالمقابل تصديه لجنود إسرائيليين حاولوا التسلل إلى جنوب لبنان، مضيفا أن عناصره تصدت لقوة مشاة إسرائيلية حاولت التسلل إلى بلدة العديس الجنوبية فجرا. وأكد حزب الله أنه أوقع خسائر بالجنود الإسرائيليين خلال محاولتهم التسلل إلى بلدة العديسي. أيضا ضاحية بيروت الجنوبية تشهد حاليا هدوءا حذرا بعد غارات متتالية سبقتها انذارات وجهتها إسرائيل لسكان بعض المناطق بالإخلاء الفوري والابتعاد، تمهيدا لضرب ما أكدت أنه منشآت تابعة لحزب الله فيها. أيضا أفاد مراسلون في بيروت بأن عشرات الغارات استهدفت مناطق الضاحية الجنوبية، طالت مناطق رويس وبرج البراجني والشياح والحدث وشويفيت العمروسية، ترافقت مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في سماء بيروت. أيضا مشاهدينا نشير إلى هذه العواجل، حيث تتخذ خطوات عديدة وفقا للجيش الإسرائيلي لتقليص احتمال إصابة المدنيين قبل ضرباتها، وهذه هي المرة الأولى التي تشير إلى مثل هذا العمل وإلى مثل هذا القول بتجنيب المدنيين. إذن الجيش الإسرائيلي يشير إلى أنه يتخذ خطوات عديدة من أجل تقليص احتمال إصابة المدنيين قبل الضربات التي يقوم بها، وهو يواصل تدمير البنى التحتية لحزب الله. إذن نتابع أيضا مشاهدينا هذه العواجل. الجيش الإسرائيلي يقول إن حزب الله يضع مصانع أسلحته في قلب المناطق المدنية لا سيما في الضاحية الجنوبية، وهكذا يبرر الضربات التي يقوم بها على إذن. إذن نتابع مشاهدينا هذه العواجل، حيث يصرح الجيش الإسرائيلي بأنه قام بتنفيذ سلسلة غارات دقيقة، وهذه الغارات استهدفت مواقع لإنتاج الأسلحة وبنى إرهابية تابعة لحزب الله. هذا نقلا عن الجيش الإسرائيلي.